طالع بنت التوهيه، فين الكردان؟ وحياة النبي والنبى النبي اللي ما هتطلع الكردان اللي هكون بعتكوا على الحجز وخلي الغفر ينزلوا فيكم ضرب كده لغايه لما يكسروا لكم عظامكم. فين يا بنت انت وهي الكردان؟ وحياتك يا ست حفيظه، ما نعرف حاجه. الست فهيمه طردتنا بره الاوضه. ايوه، وقالت ليني محدش يدخل هيني الا لما اقول لكم. هنقول لها ايه يعني يا ستي؟ خرجنا وسبناها وياكي في الاوضه. هي ما فيش غيرها اللي قالت اللي ايدي مش طايلاه من عتمان امد ايدي واخده من حفيظي. وحيات امك يا فهيمه الكلب اللي اكون مطلعاكي بلاوي زرقاء سودي، وهفضحك فضحت اللحمه اللي في السوق، وهقول للناس كلته ان هي حراميه. طب الحقي بقى، روحي بقى شوفي بقيه الذهب وتممي على الصيغه والحاجه، لا تكون خدت حاجه تانية ويا الكردان. يا مصيبتي الحقي، مش يا بنت التوهيه من هنا. خدي يا بنت، خدي خدي يا بنت. لا مش انت، امشي انت، تعالى. ايوه يا حضره العوم دي. انا جعان يا بنت. عايز تاكل ايه يا حضره العوم ده؟ ده في فراخ وملوخيه و... ده انا عايز اكلك انت اكل كده. عم ماما بقول لك ايه، تعالي جوه كده وريني فيها ايه. تعالي. ما شفتش الحلاوه دي بالجمال دي؟ لا يا ماما، دي وريني بقك كده. اسناني وجعاني. ام انا دكتور سنان وداني كمان. انا دكتور وده. يا وريني أنا... بس وريني بقك. اسناني وداني وجعاني يا عم دي. ايه يا اختي؟ اسناني وداني. انا دكتور سوداني. ست حفيظه تيجي؟ تعالي بقولك ست حفيظه تيجي يا عم. سيبك من حفيظه، خليكي معايا. يعني انا اللي تركزي معاه وسيبك من حفيظه خالص. ست حفيظه يا بنت، سيبك منها تقول حفيظه في دهني. لا يا عم، مع بعضينا كده عشان انا عايز اقول لك كلمتين كده. بتعمل ايه يا عرد الرجاله؟ وانت بتعملي ايه يا بنت؟ اتفضل يا عمده، اتفضل يا خطوة عزيزه، اتفضل. عثمان، يا اهلا يا مرحب يا اخويا، اتفضل. اهلا اهلا، اتفضل. اعملي الشاي يا بت بسرعه. ماليش لزوم الشاي، اقعدي يا فهيمه انا عايزك. خير يا عثمان؟ لا مش خير يا فهيمه. ليه يا عثمان؟ انت مش جاي عشان نتصفى؟ ايه يا خان اتصفى، بس بعد ما تصفي انت السواد اللي في قلبك انت ومراتك دي. احنا يا اخويا اللي جوانا صافي والحمد لله. طب يا اختي الحمد لله. شوف بقى، انا ما رضيتش يعني استغل اللي حصل ده واكبر الحكايه واشيل في قلبي واعمل لكم فضيحه. انا قلت انا الكبير برضه وانا العمده، والكبير يعرف الاصول. فضيحه؟ فضيحه ايه؟ ما تتكلم دغري. فين الكردان يا فهيمه؟ كردان؟ كردان ايه يا عثمان؟ الكردان اللي مراتك خدته من صدر مراتي. كردان ايه يا ابو كردان؟ ده انا لو قدامي مال الدنيا كله ما مد ايدي على حاجه حرام. الكردان قال. لا تقولي عليا يا بنت، يعني انت ما استغلتيش فرصه ان البنت حفيظه مسرقه ورحت سالت الكردان من صدرها وهي مغمى عليها؟ كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بقولك ايه، انا صبرت عليك كتير وصبري طال. قومي يلا فرجينا على الكردان كده. كتير قوي يا عثمان والكل طفح. وشوف بقى، مش كل الناس تاكل حرام وتحطه في جوفها، ولا كل الناس تمد ايديها على حاجات غيرها زي حفيظي. وهي الحق عليها فهيمه ما سابتش حفيظه تموت. طب بتقول ايه يا ولا؟ اسمع بقى، الكردان ده لو ما ظهرش انا مش هقول لك انا اعمل فيك ايه انت والحراميه دي. هقول لك انا اعمل ايه؟ لا انا مش هقول لك. انت بتزعل ابويا ليه يا راجل انت؟ يلا انكشف من هنا بدل ما اديك بالشوم على دماغك افتحالك. بس يا واد، بس ما تعليش صوتك، عيب عيب يا ابن ال... يا ابن الايه؟ يا ابن علوان. ماشي. دهب؟ دهب ايه يا امبو دهب؟ ده انا عندي دفر العيل بمال قارون الدنيا كله. مصلك ما جربتيش وما تعرفيش. يعود مايل لا قايم ولا طايل، يعود ناشف في سجره رخرف فيها السوس، ما ينفعش يتقلي على من الجدور. وحياة امك لحبايتك في الحجز يا بنت بيعت الدود يا حراميه. اهو
نفسي ولا ههر ولا هخاف منك. بكره يا حبيبتي تموتي انت والتور اللي سحباه معاكي، واخرة المتين فدان هو متر في متر تربه حر جمر نار طايق من جنبها شرار، وهنقعد انا وولادي وهناخد كل حاجه كده ولا هنترحم عليكي. ده على جثتي. طب ما هو على جثتك يا حفيظه ان شاء الله. ان شاء الله انت وعيالك وجوزك في شطه واحده. تعمل ايه المشطف اللي مضروبه بالبلطه؟ وبكره تموت يا كتكوت، توت توت بكره تموت يا كتكوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه يا عروس العمده. الله يسلمك يا عمده. يعني يا شيخ مبروك، والله مانيش عارفه اقول لك ايه، يعني انا بتشكر لك اخر شكر تعبتك معايا والله. ودي الكلام لا لا شكر على اي حاجه يا ست فاطمه. مع اني يعني زعلاني، زعلاني منك خالص. لا زعلانه من ايه؟ كفى الله الشر. اصلي يا عمده بصراحه يعني انا ما لحقتش اشتري كل اللي نفسي فيه. الشيخ مبروك قاعد يستعوقني ويستعجلني ويقول لي يلا يا فاطمه يلا يا فاطمه، الليل هيليل علينا، العمده هيستعوقني، قمت انا بقى ما لحقتش اشتري اي حاجه من اللي انا كنت عايزاها. ليه كده يا زفت انت؟ والله عندك حق، والله زفت فعلا، لان انا بهدلت نفسي وفي الاخر مفيش شكرانيه. انا خلاص يا عمده، انا حاسس ان انا هتشل. حاسس ايه؟ انا اتشلت فعلا. طب روح انت، روح هات لي اجيب لك ايه يا عمده؟ وعمال تخمشني وانا ماشي ماشي انام اريح جتتي. سلام عليكم. طب يلا يا اخويا سلام. انت يا راجل انت اقفل الباب وراك. اهو بقولك ايه يا عمدي، انا عايزك تاخد بالك وانت بتحاسب الراجل ده. عشان ده راجل ضلالي وذمته واسعي، وانا كاتبه عندي وعارفه كل حاجه اتصرف فيها ايه واتجابت بكام. لازم انت تاخد بالك. الله يروق عليك يا بنت يا فاطمه. سيبك بقى دلوقتي من الحاجات دي، بلا فلوس بلا حساب بلا بيع بلا شراء. خليكي معايا انا. بقولك ايه، غمض عينك كده. وانا غمض عيني ليه وانا بكلمك يا بنت؟ بس غمض عيني. مانيش مغمض عيني يا عمدي، ما تقول انت عايز ايه. غمض عينك بس وهتشوف. الله، ما قلنا مش هغمض عيني يا عمدي، ما تكلمني زي ما بكلمك يا بنت. مش هعمل حاجه من اللي في بالك والله. ايه والنبي، انت هتفضل تتسحلب وتتدحلب لحد ما تعمل اللي في دماغك واللي انت عايزه يا بنت؟ تعمل ايه؟ انا هعمل لك مفاجاه. غمضي. طب قولوا مقام السايح، ما انت عامل حاجه. طب غمضي وهتشوف. ايه ده؟ ايوه اهي. يلا فتحي بقى. ايه ده؟ ده شبكتك، خدي يا بيت. ده شبكتك؟ ايوه. قولي يا خبتك يا فاطمه. ايه ده؟ يا نيلتك يا فاطمه. ليه كده؟ ليه؟ وانت مش شايف انت بتديني ايه؟ بقى انا يا عمدي تشبكني بحتة حالة ما يسواش تلات أبيض. تلات أبيض إيه؟ لا والله، ده دهب عيار 21. يعني أنت لما رحت عشان تخطب حفيظة جبت لها حلقة زي دي؟ ولا رحت جبت لها كردان تقلي كده عشان تغطي به صدريه؟ ورحت جبت لها خلخال عيار 21 عشان تحطه في رجليها المعرقبة المعفنة دي؟ بقاني تعمل معايا كده؟ داني فاطمة اخس عليك يا عمدي، اخس عليك وألف اخس. لأني زعلان، زعلاني خالص. لا لا لا، هو انا ما يهونش عليا تزعلي ابدا يا بنت. فهميني انت مش فهماني، ده مش الشبكه كلها، ده تقديمه بس، وبعد كده اخدك ونروح لاحسنها سايغ تنقي كل اللي على كيفك. ماشي.